حجر ثقيل ألقاه حزب مصر العروبة في مياه السياسة المصرية الراكدة بإعلانه ترشيح زعيمه الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في مارس أذار المقبل. ردود الفعل حول ترشح الرئيس السابق لأركان الجيش المصري تنوعت وتباينت بين مرحب ومشكك. فهل سيؤول ترشح الفريق سامي عنان إلى ما آل إليه ترشح أحمد شفيق؟ وهل يشي ترشح عنان بغياب الإجماع داخل المؤسسة العسكرية المصرية حول دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نناقش بعد التقرير. مرشح جديد يعيد خلط الأوراق على طريق الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر بعد قرابة شهرين من الآن. فبإعلان حزب مصر العروبة الديمقراطي عن ترشيح رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في شهر مارس المقبل، يبدأ ذوبان الجديد حول الانتخابات التي يعتبرها كثيرون حكرا على منتخب وحيد أوحد دون غيره. المتحدث باسم حزب مصر العروبة أكد على أن الخطوة القادمة والمتضمنة جمع التوكيلات اللازمة لترشح عنان ستبدأ يوم السبت، وهو اليوم المتوقع أن يخرج فيه عنان للإعلان عن ترشحه للانتخابات. عنان يعود إلى المشهد محمولا على أكف تاريخ طويل في المؤسسة العسكرية المصرية، فالرجل شغل منصب رئيس أركان الجيش المصري حتى عام 2012. تأييد حزب عنان لخوضه الانتخابات يأتي بعد أيام قليلة من قرار أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق عدم الترشح للانتخابات والتراجع عن رأيه. فشفيق وجد الحجج والذرائع حينها وقال إن غيابه لفترة عن مصر أبعده عما يجري فيها، فتراجع عن ترشحه الذي كان تمسك به في مكان إقامته السابق في إمارة أبوظبي. حتى الآن لم يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي موقفه بشأن الترشح، لكن من المرجح بشكل كبير أن يسعى للبقاء في منصبه. اخترنا هذا الطريق. ومع الاسمين السابقين يبقى اسم ثالث هو المحامي الحقوقي خالد علي الذي قال إنه مستمر في الترشح رغم ما وصفه بعدم عدالة شروط المنافسة. معركة تثبت أنها لن تكون سهلة بقدر ما تثبت أنها مليئة بالمفاجآت. أما السؤال فيظل مطروحا حول إذا ما كان ترشح سامي عنان سينتهي إلى ما انتهى إليه ترشح أحمد شفيق، أم أن سامي عنان سيكون مرشحا من نوع آخر. ينضم إلينا عبر الهاتف رجب هلال حميدة أمين عام حزب مصر العروبة، ومن برلين تقادم الخطيب الباحث في جامعة برلين والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد رجب هلال حميدة. لغاية هذه اللحظة لازال هناك من يشكك في جدية هذا الترشح ومن يقول إنه مجرد ترشيح حزبي أو بالون اختبار للمشهد السياسي في مصر، فهل هو كذلك فعلا؟ أنا استمعت لمثل هذه الأقاويل والتخوفات في اليوم السابق واليوم أيضا، وربما يكون ذلك راجع أساسا إلى ما حدث في انتخابات 2014 عندما قرر وأعلن الفريق سامي عنان ترشحه ثم أعلن انسحابه بعد ذلك. أيضا ما حدث بالأمس القريب عندما أعلن الفريق شفيق نفس الموقف، أعلن ترشح رغبته ترشح ثم أعلن انسحابه. كل هذا يؤدي بالطبع إلى تساؤلات وإلى تحفظات من الكثيرين. أيضا نضيف إلى ذلك أن القرار المفاجئ أو البيان المفاجئ الذي صدر عن الحزب والذي جاء متضمنا أن القرار كان قرارا للهيئة العليا وافق عليه الفريق سامي عنان من حيث المبدأ، إلا أنه أرجى الموافقة النهائية في ليعلنها في مؤتمر صحفي ربما ينعقد غدا أو خلال الأيام القادمة. المناخ العام والحالة كلها هي التي تدفع الناس لمثل هذه التساؤلات، وربما يكون للفريق في هذه المرحلة
مراجعة ودراسة الموقف دراسة كاملة بعد قرار الهيئة العليا، لكن لا يستطيع أحد أن يتنبأ الآن إن كان القرار سيأتي إيجابا متوافقا مع قرار الهيئة العليا أم سلبيا ليصب في ما طيب أنا ذهب سأعود إليه. لأناقش معك هذين الاحتمالين، يعني إذا سيتأكد الأمر أو سيكون القرار سلبي كما تفضل. تفضل بالبقاء معنا أستاذ رجب، أجدد الترحيب بك أستاذ تقادم من برلين. كيف تنظرون أنتم هناك في برلين وأيضا قوى الثورة خاصة إلى هذه الأسماء التي تلفظها المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي المصري، ليس انتهاء عند عنان وليس بداية عند شفيق؟ يعني أنا سوف أتحدث بصفتي يعني كمحلل للمسائل دون أن يكون لدي أي انتماء يعني سياسي أو حزبي، سوى طبعا لما لثورة يناير ومبادئها. وبالتالي يعني ما أراه في الحقيقة أن هناك يعني نوع من الصراعات داخل المؤسسة العسكرية، بمعنى أنه لدينا احتمالان كما قال يعني ضيفك الكريم من القاهرة. الاحتمال الأول يتعلق بمسألة تأكيد هذه المسألة من عدمها. فيما يتعلق بمسألة التأكيد، هذا يعني أن هناك ثمة صراع موجود داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالي هذه الأجنحة المتصارعة المتواجدة تحاول أن تدير عملية الصراع بأن يكون هناك عملية تنافسات ما بين المؤسسة العسكرية وأفرادها، سواء كانوا الحاليين أو السابقين أو غير ذلك. وبالتالي يعني هذا يعكس إلى أن يعني هناك جناحا معينا يحاول أن يقوم بحلحلة المسائل والأمور وأن يترك الأمر لهذان الرجلان ليقوما بالمنافسة. إذا لم يكن هناك عملية صراع داخل تلك المؤسسة، وأنا أشك في هذه النقطة، أعتقد سوف يتم عملية يعني حسم المسائل كما حسمت مع شفيق. سيتم هناك عملية ضغوط تمارس على عنان، وبالتالي يعني سوف يلقى نفس المصير الذي لقاه في 2013-14 حينما ترشح أيضا للانتخابات الرئاسية. وبالتالي يعني لن يكون هناك جديدا في هذه النقطة، لكنني في الحقيقة لست متأكد، لأنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان بصفة رسمية من قبل عنان عن هذه النقطة. وبالتالي يعني هذان الجناحان المتصارعان وهذه القوى المتصارعة في النهاية، لكن أظن وأعتقد حتى هذه اللحظة أن الجناح المسيطر الذي يوجد في السلطة في وجهة نظري هو جناح طنطاوي يعني بالأساس، قادر على أن يحسم هذه المسألة، لأنه يعني لديه السلطة، حسم هذه النقطة مع يعني مع شفيق، قام بتهميش عنان يعني منذ أن تنحى عن أو تخلى عن عملية الترشح لرئاسة الجمهورية في 2014، وبالتالي لديه الكثير جدا من الأدوات التي يستطيع أن يقوم بتفعيلها والأدوات التي يستطيع أن يتخذها والتدابير اللازمة لهذه النقطة. وبالتالي أعتقد أنه من الممكن أن يحسم هذه النقطة، لكن لابد أن ننتظر حتى هذه اللحظة في وجهة نظري، لأننا حتى طيب هذه اسمح لي اللحظة سيد الرئيس المصري تقادم لم يعلن إذن ترشحه. أن نشرك أيضا من القاهرة وجهة نظر الأستاذ محمود إبراهيم المحلل السياسي. أستاذ محمود أهلا وسهلا بك معنا. يعني بغض النظر عما إذا كان هذا الترشيح مفاجئا أو متوقعا، ما الذي يضيفه هذا إلى المشهد السياسي المصري الذي يتفق كثيرون بأن نهايته معروفة وبأن السيسي هو من سيربح ولا داعي أصلا لما سمي بالمسرحية الهزلية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك. أنا أعتقد أن الإضافة الحقيقية مش في نتيجة الانتخابات، ولكن في طبيعة النقاش اللي ممكن أي مرشح يثيره أو القضايا التي يطرحها للنقاش. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الأوفر حظا، وهو بنسبة 90% هيفوز والأقرب للرئاسة مرة أخرى. لكن ترشح مثلا شخص زي خالد علي أو زي فريق سامي عنان، يعني نحن نتحدث هذا الحديث وحضرتك تقول 90% ونسب، وهناك أيضا نسب مشابهة، لكن حتى السيسي لحد الآن لم يعبر عن رغبته في إعادة الترشح أو لا. يعني في كل الأحوال الشارع السياسي أقرب إلى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة أخرى. المسألة الحقيقية هي مسألة طبيعة القضايا اللي هيطرحها كل طرف مرشح أو مرشح محتمل في هذه الانتخابات. الرئيس السيسي عنده برنامج لاستكمال الإنجازات اللي هو عملها،
الآخرون عليهم أنهم يقدموا برامجهم سواء على قاعدة اليسار مسلمة الأستاذ خالد علي أو على قاعدة وطنية. هنشوف هيبقى طبيعة الخطاب. يعني الرئيس أو الفريق سامي عنان نحن لا نعرف له لون سياسي في الحقيقة، يعني لا نحن نعرف هل هو من اليمين من اليسار. بالتأكيد هو رجل دولة، ولكن ما هي أجندته السياسية؟ كيف يرى دور الجيش في الدولة؟ كيف يرى بناء المؤسسات؟ كيف يرى على أساس أن الأخطار السيسي الخارجية؟ كان كيف له يرى لون سياسي عندما ترشح أستاذ محمود إبراهيم، يعني هي المؤسسة العسكرية من أنجبتهم إلى هذا المشهد السياسي. سأتيح المجال للرد على هذا الموضوع للأستاذ هلال حميدة. أستاذ هلال، سمعت إلى كلام ضيفينا، كلام ضيفنا الأخير يقول بأن حظوظ عنان قد تبدو ضئيلة أمام 90% أعطاها حظا للسيسي الذي لم يترشح إلى حد هذه اللحظة. كيف يمكن الرد على هذا الكلام؟ هو لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنسب محددة كأن يقول 90% أو 80%، لكن يمكن ويجوز لأي إنسان متابع أو له توجه معين مع أي من المرشحين أن يزكي من يقف من خلفه ويعطي له فرصا أكبر في حسم النتائج لصالحه. ومما لا شك فيه أيضا والحقيقة التي ينبغي أن نسلم بها أيضا أن الفريق المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتمتع بحظوظ كبيرة، هذه حقيقة حتى نكون منصفين ونعطي الأمور واقعيتها. هو له حظوظ كثيرة، له قواعد شعبية ويحظى بدعم جماهيري، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يقول أن الرئيس الموجود أو غيره في مصر أو في أي بلد طالما يتمتع بهذه الحظوظ ينبغي أن تنتهي الانتخابات دون منافسة. بالعكس، ينبغي أن نحرص على تعميق مفهوم الديمقراطية، على إحداث حركة سياسية فاعلة، أن يكون هناك مرشحون أقوياء، وأن يمارس كل حقه الدستوري والقانوني ويترك الخيار للشعب. لا يستطيع أحد أيضا أن يتكلم عن أن الفريق سامي عنان ليس له لون أو اتجاه. وحسنا ذهب ضيفك الكريم عندما قال أن ربما يكون ذو لون وطني، كلهم وطنيون، الرئيس السيسي وطني، الفريق شفيق وطني، الفريق عنان وطني، كلهم وطنيون ربما لكن يقصد نحن بها. هنا نتحدث عن فكر سياسي معين، ربما ضيفنا كان يقصد أنا أعلم أين يصطف، يسار يمين أين. كنت سأكمل ذلك، ربما يكون القصد من وراء ذلك أي إلى أي اتجاه يتجه. مثلا صنفنا الأستاذ خالد علي على أنه ينتمي إلى اليسار، الفريق شفيق لا يعرف له اتجاه، الفريق شفيق الفريق عنان عفوا ينتمي إلى الوسطية المصرية، يمكن أن نقول يمين الوسط. حزبه الذي أنشأه وأسسه يقوم على معطيات ليبرالية، على فكر ليبرالي، توجه ليبرالي، قبول الآخر، احترام عقائد الآخرين، حق الممارسة، حق الحرية، حق حرية تكوين الأحزاب، انتشار العمل السياسي الكامل لكل القوى وكل الاتجاهات. فيمكن أن نقول أنه ذو توجه ليبرالي أو توجهه يمين الوسط، لا اليمين المتطرف ولا اليسار المتشدد. هذا هو اتجاهه إذا أردنا أن نكون دقيقين في هذا الأمر. لكن لا ينبغي أن نقيم المترشحين على هذا الأساس فقط، لأنه في الحقيقة كل الأسماء التي طرحت على الساحة المصرية توجهاتها متقاربة، إلا أنه ينبغي أن نقيم كل مترشح على أساس عطائه، على أساس قدرتي على صنع استقرار أكبر للدولة المصرية، على قدرتي على صنع حالة سياسية فاعلة وإلى آخره. طيب، اسمح لي من كلامك أن أنتقل لضيفي في برلين، أستاذ تقادم. هل فعلا المشكلة اليوم في المشهد الذي يفرز أسماء تتنافس على الرئاسيات وتتنافس بين قوسين نتحدث هنا، هل المشكلة في التوجهات السياسية غير المفهومة، أم أن هناك فعلا صراع في الأدوار العليا في السلطة المصرية؟ يعني هناك أزمة أساسية في الحقيقة، وهي أن المؤسسة العسكرية تريد أن تتولى السلطة وتريد أن تتحكم في المسائل وتريد أن تنتج السياسة،
وهذه الأزمة ليست هي وليدة اليوم في مصر، ولكنها يعني ولدت بعد يعني فترة 52 حتى هذه اللحظة. لكن بعد ثورة يناير في الحقيقة يعني انكشف المسألة بوضوح تماما، وتدخل الجيش في العملية السياسية، وبالتالي هو من يدير هذه المسألة. من هنا أتى هذا الاضطراب، لأنني أنا متعجب في الحقيقة حينما يقال يعني أن الرئيس السيسي سوف يفوز ب90% وأنه معروف توجهاته. كيف له يعني لرجل أن يحكم الدولة، يعني هو لا ينتمي إلى حزب سياسي، يقال أنه يعني أنه سوف يعني يؤمن بالعملية السياسية. إذا ما كانت العملية السياسية مبنية على أساس من التنافسات، والعملية الانتخابية مبنية على أساس من التنافسات السياسية من خلال الحزب السياسي، شفيق لديه حزب، أيضا يعني سامي عنان لديه حزب، بينما الرئيس المصري ليس لديه حزب، وكانت هناك مطالبات في الحقيقة له أن يكون هناك حزب، ثم نتعجب ويقال بأنه سوف يحكم ب90%. لا يوجد دولة ديمقراطية في العالم يعني يكون هناك فردا واحدا لا ينتمي إلى حزب سياسي في الأساس يمكن أن يفوز بنسبة 90%. يعني هذه ليست ديمقراطية، إنما هناك حكما في الحقيقة بالحديد والنار. أيضا ليست هناك برامج سياسية له، يعني منذ أن اعتلى السلطة كان يقول ليست لدي برامج سياسية، الآن هو لديه برنامج سياسي لم يعلن عن هذه النقطة، وليست لديه هذه الرؤية في الحقيقة. وبالتالي نرجع إلى النقطة الأساسية المتعلقة بمسألة المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية لها مكاسب اقتصادية، تلك المكاسب الاقتصادية هي التي تجعلها يعني تدير الدولة بهذا الأساس وبهذه النقطة، لها مصالحها في الداخل وفي الخارج، وبالتالي هي من يتولى هذه النقطة في الأساس من خلال التحالفات الإقليمية، التفاهمات الإقليمية المختلفة. سوف تقوم المؤسسة العسكرية في الحقيقة بتبني وجهة أو بدعم مرشحها التي تراه. وأنا حينما قلت في البداية أنها قد تطرح مرشحان عسكريان يقومان بالتنافس تجاه بعضهما البعض، من الوارد أن يتم هذا الأمر، لكن أيضا لكن الوارد الأكبر كما قلت أن يتدخل جناح السلطة المتواجد الآن في السلطة، وأن يقوم بحسم هذه المسألة يعني تماما، وأن يقوم بعملية ممارسة الضغوط على الفريق سامي عنان كما حدث مع الفريق أحمد شفيق وإبعاده عن هذه النقطة. هذه الاضطرابات الهيكلية والاضطرابات البنيوية الموجودة داخل المؤسسة المصرية أو الدولة المصرية تعود إلى هذه النقطة، أن المؤسسة العسكرية لا تريد أن تتخلى عن الحكم، لا تريد أن تدع مساحة للمدنيين. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى الأستاذ محمود إبراهيم الذي كان يبدو غير موافق على كلام ضيفنا من القاهرة، ولا أدري رأيه فيما تتفضل به. أستاذ محمود، كيف سيتعامل النظام المصري مع هذا الترشح، وهل فعلا الساحة المصرية عاجزة عن تقديم أسماء مدنية لخوض هذا السباق الانتخابي؟ الساحة المدنية عقيمة، إنها تنجب قيادات تستطيع أن تنافس في انتخابات رئاسية. يعني لماذا؟ أعطيني أسباب. يعني ما فيش أسماء أبدا مدنية قادرة. لماذا؟ أعطيني إقناع. اسم مدني يقدر. السبب مقنع. لأنه يعني الأسباب دي ممكن تكون أسباب مختلفة، لكن أنا أعتقد إنه التيارات المدنية في الحقيقة هي تيارات شعبوية أو إسلامية، أو يعني يا إما تتخذ الدين لحافا أو يسارية تجاوزها الزمن بزمن. لا، كان فيه تيارات ثالثة في المشهد. دكتور أيمن نور ترشح مرات عدة، وهنا مع يعني مع حفظ الأسماء وحفظ الألقاب والشخصيات التي ترشحت ولم يكن لها نصيب، وعرفت قواعد اللعبة التي نحتها عن المشهد مثلا على سبيل المثال. لا يعني الحصر. الدكتور أيمن نور حل ثانيا في انتخابات رئاسية أمام الرئيس مبارك اللي كان بيحكم الدولة المصرية، لكن على أي الأحوال يعني أنا أعتقد أنه دي مش مشكلة اللي بيحكم. والرئيس السيسي قال الكلام ده قبل ما يبقى رئيس، لما كان وزيرا للدفاع قال أنه لو الجيش رجع إحنا مش هنشوف يعني ديمقراطية على الأقل 20 سنة. وفي الحقيقة أنا مستغرب أن الأستاذ تقدم بيتكلم عن الديمقراطية. هو مين قال أنه مصر فيها ديمقراطية؟ الرئيس السيسي كان مرشح الضرورة، مرشح اللحظة الفارقة، مرشح ثورة، مرشح لحظة صعبة فيها فوضى. هو طبعا في ناس مش شايفة الفوضى، لكن ده موضوع تاني. لكن في كل الأحوال عشان كده النهاردة ليه مرشحين الجيش؟ لأنه الناس ما زالت ده تريد القفز إلى المجهولية. جربت قبل كده أنا ما أسميه أنا يعني المشي وراء الميدان والمليونيات والبلد، ما انتهينا إلى ولا شيء. فالناس لا تثق إلا في رجال الجيش، ما فيش صراع. يعني على أي أساس أنت توثق هذه القاعدة وكأن شعب مصر بكل فئاته الثقافية والسياسية لا تعترف إلا بالجيش حاكما لها؟ هل هذا ما يعني أعطيني أي وسيلة إقناع أو سبب لهذه النظرية؟ من أين استنتجت هذا الموضوع؟ النظرية الأولى
ان المزاج العام المصري، انا ما بتكلمش عن الشعب المصري، ما كانش باسمه، انا بتكلم عن المزاج العام. المزاج العام ده في اللحظه دي ممكن بعد شهر يتغير، بعد شهرين يتغير، لكن الدليل الاساسي الواضح انه كل التيارات الثوريه والاسلاميه رحبت بترشح شفيق، مع انه شفيق ابن المؤسسه العسكريه اللي هم بيقولوا انها من 52 وبلا بلا بلا كل هذا الكلام. فيعني ده فقر في الفكر وفقر في القياده. فهو المسائل انه احنا عندنا حنين الى ايام مبارك، اللي هو يعني بيوصفوه بانه كان عسكري رغم انه مبارك من يوم ما حكم لحد ما خرج من الحكم لم يرتدي البدله العسكريه. رفضوا التوريث اللي هو كان لحد مدني وقتها ما كانوش يعرفوا، يقول لك لا التوريث والجيش ولا مش عارف ايه، والجيش والشعب ايد واحده، وقالوا كده. ففي عدم اتساق بيؤدي الى انه الناس فقدت المصداقيه. يعني هي مش مساله انه احنا ضد بعض او مع بعض، هي مساله انه الاتساق والرؤيه السياسيه الواضحه والصلابه في الموقف. يعني النهارده لما البعض كان بيشتم شفيه وبعدين يرجع يأيده، هل ده هيدي مصداقيه لهذه التيارات عند الناس؟ افتكر لا. فاحنا امام ثلاث مرشحين من المؤسسه العسكريه، مش في صراع للمؤسسه العسكريه اطلاقا، ولكن لانه الناس في مصر لا تثق الان الا في المؤسسه العسكريه وفي اولاد المؤسسه العسكريه. مبارك، شفيق، سيسي، عنان، طنطاوي، هو دي اختلف معاهم حتى مع ادائهم. ربما نكون انا شخصيا لي اختلافات كبيره جدا على الاداء السياسي، ولكن في النهاية هؤلاء المرشحين هم أهل الثقة، هم من نستطيع أن نثق في قيادتهم. غير كده نبقى بندور على واحد لسه هيلم. طيب خليني أعرف فقط لأن الوقت أصبح يضايقنا، أستاذ هلال حميدة، يعني هل فعلا المزاج العام كما وصفه ضيفنا من القاهرة يفضل المؤسسة العسكرية؟ من أجل هذا نجد أسماءها متصدرة لمشهد السباق الانتخابي. أولا ضيفك الكريم تحدث أنه لا يوجد في مصر قيادات، بل إن الوضع عقيم لم ينجب أحد قادر على المنافسة أو إلى آخره. وهذا يعني تصور، فليسمح لي أن أقول أنه تصور خاطئ بالطبع، لأن مصر ملأى بالقادرين على المنافسة والممارسة السياسية والدخول لكافة الاستحقاقات الانتخابية، إلا أنه بدلا من أن نقول المزاج العام نستبدل كلمة المزاج ولتكن المناخ العام. فالمناخ العام هو الذي يجعل الكثيرين ممن تتوافر فيهم القدرة على الممارسة تدفعهم للتراجع وعدم المشاركة، لأنهم يرون أنه لا توجد ضمانات فعلية لإجراء انتخابات سليمة معبرة عن إرادة الشعب المصري حقيقة. نحن هنا لا نتحدث عن التزوير، بل نتحدث على أن الفرص غير متساوية. لا يوجد حق لكل الراغبين في الترشح من أن يحصلوا على حق متساوي في الإعلام وفي الدعم. نجد تدخلات من كثير من المؤسسات في العملية الانتخابية. طيب هل يحظى سامي عنان بهذا الحظ أو بجزء منه على الأقل في مواجهة جبهة السيسي؟ أنا أعتقد أنه لن يحظى إلا بالقدر القليل وبمجهود شخصي منه وبسعي من المؤسسات الإعلامية أو الوسائل الإعلامية التي تريد أن تتابع الحدث، ولن يحظى بالطبع من دعم من مؤسسات، بل ستكون مؤسسات بالطبع متدخلة لصالح آخرين. أيضا لا توجد ضمانات فعلية وحقيقية، ولا توجد لدينا رؤية لدفع المواطنين لأن يذهبوا للتصويت بنسب تتخطى 40 و50 و60% كما نجد في كثير من بلدان العالم. أيضا طيب اسمح لي سيد هلال حميدة في دقيقة، أود أن أختم مع ضيفي لأن الوقت فعلا انتهى. ستقادم تعليق مختصر عن ما دار قبل قليل. يعني في الحقيقة يعني هناك يعني من يقول بأن هناك عملية تناقض تجاه القوى وأن الدولة المصرية يعني أو التيار المدني عقيم، كيف وهذا التيار المدني لديه أحزاب سياسية يتم اعتقال يعني المنتمين إليها وأعضائها ويقوم بمصادرتهم ويقوم بالاعتداء عليهم، ثم أين التناقض يعني حينما قامت الدولة المصرية كلها بأجهزتها المختلفة في 2012 بدعم الفريق أحمد شفيق ثم تخلت عنه الآن ومورست عليه الضغوط، وحينما في الحقيقة أرى يعني أن هناك عملية دفاع عن أن يتولى
الجيش المسألة وأنه ليست هناك عملية ديمقراطية حقيقية في مصر، إذن أنا أمام رؤية فاشية في المقام الأول، شمولية، هي لا تؤمن بالجانب الآخر، وهي لا ترى في أي تيار مدني، إنما تؤمن بقوة السلاح، تؤمن بأن الجيش عليها أن يتولى مقاليد الحكم. هذه أمور بائسة تخلى عنها العالم تماما، وهو حينما بعد ذلك قد يأتي ويتحدث عن ديمقراطية. أين الديمقراطية وأنت تدافع عن مؤسسة عسكرية يجب أن تتبنى أمور وكأنه الحكم. يعني لا داعي للانتخابات من أساسها كما يذهب البعض. بالضبط. شكرا جزيلا لك من برلين تقادم الخطيب الباحث في جامعة برلين. شكرا من القاهرة عبر سكايب لضيفنا أستاذ محمود إبراهيم المحلل السياسي، ومن القاهرة شكرا جزيلا أيضا عبر الهاتف للأستاذ رجب هلال حميدة أمين عام حزب مصر العروبة. الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، حتى نلتقي في بقية خبر جديد، إلى اللقاء.